بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. هذا الاجتماع الثاني للجنة العليا، عندنا قرارات مهمة نتخذها اليوم، لذلك هذا الاجتماع مهم. وكما هو في تقارير السيد وزير الصحة ولجنة الأمر 55، أوضاع العراق جيدة، لا أريد مبالغ سلبا ولا تفاؤل مفرط، الأرقام معقولة، الكل يدرك أن الأزمة عالمية وهناك دول كثيرة في أوضاع حقيقة تشكل انحدار كبير في المنحنى، يعني خط عمودي عالي، خطنا معقول إلى حد الآن، خط المنحنى، والأرقام أيضا مسيطر عليها. وللأسف الشديد البعض، يعني ما أعرف ليش يعمل مع العراق بهذا الشكل، في حين أعتقد إحنا نحاول أن نكون شفافين جدا. لا ينكر أن هناك حالات لم تشخص بعد بالإصابة، وهي معروفة بالنسبة لنا، لكن ما يشفع لنا أن إحنا بدينا بشكل مبكر بهذه الإجراءات. فلو كانت هذه حالات كاسحة، يعني كان بينت بشكل كبير وواضح. المشكلة مثلا معدلات الوفيات التي قد تكون عالية في العراق، لكن إذا قورنت نجد أن معدلات الشفاء عندنا جيدة. فلا يأخذون الرقم مجرد ويقسموه، هذا مو صحيح، هناك معادلات تحسب بهذه الأمور، وإحنا نتبع المعادلات الدولية. نعم هي عالية عندنا، إذا أخذت في العالم كله وأدخلت الصين فإحنا أعلى بهذا المقياس، لكن الصين حالة استثنائية لأن الإصابات كثيرة والشفاء كثير، 81,000 حالة إصابة والشفاء أكثر من 70,000 حالة، فيغير المعادلات العالمية. مو صحيح إحنا نخفي وفيات، ولا يمكن أن نخفي وفيات في العراق. كيف نخفي وفيات؟ هل أحد يصدق عوائلنا بهالسعة، عوائل كبيرة ومختلطة ومتداخلة وعشائر، ممكن أن تخفي وفيات وتدفن خارج المدافن، خارج المقابر المعروفة، أو بدون ما تحصل على شهادة وفاة؟ هل هذا يعني ممكن أن يجري بشكل مؤثر؟ ممكن حالة حالتين ثلاثة ما أدري، لكن لا يمكن الكلام بهذا الشكل، تشكيك بالإجراءات وعدم الإشارة أن العراق مقارنة بكثير من الدول المتقدمة هو حالة ناجحة. وإحنا حقيقة نشكر الجميع كما شكرنا في المرة السابقة على الجهود المبذولة، واليوم أيضا نشكر، وإجراءاتنا تتعزز، إجراءات حظر التجول تتعزز، إجراءات الحجر تتعزز، جلب العراقيين من الخارج تتعزز، وسائلنا العلاجية تتعزز، وسائلنا لكشف المرض تتعزز. قد نشهد بعض الارتفاع في الأيام القادمة، قد نشهد، لأن المسح دا يزداد بشكل كثير، ومن مصلحتنا أن نكتشف المرض قبل أن يتطور في البيوت، هذا اللي يزيد بعض معدلات الموت. لذلك من مصلحتنا أن نكتشف المرض، وهناك زادت مختبراتنا، زادت مختبرات فحصنا، زادت. لذلك احنا نطمن المواطنين ان الامور تجري بشكل جدا معقول، بشكل مسيطر عليه، وهناك شفافية عالية، واحنا حريصين ان ما نخفي اي معلومة مهما كانت، نصارح بها شعبنا. وحقيقة من يحاول ان يعبث في هذه الامور حقيقة يسيء لنفسه ويسيء لأهله، ولا يساعد في محاربة المرض. هذا الجانب الأول، ما أريد أطول لأن تأخرنا في المجيء، احنا كنا في جلسة مع السيد رئيس مجلس النواب ونائبه في مناقشة بعض الأمور التشريعية اللي نحتاجها في اتخاذ قرارات، ولاحظنا
مساعدة كبيرة من البرلمان في هذا الشأن، وهم مستعدين أن يغطون ما نحتاجه من إجراءات تشريعية حتى ما لا يكون هناك عائق أمامنا. أيضا نطمئن المواطنين فيما يخص الأجور الرواتب، ليس فقط في القطاع العام، مهتمين أيضا بكل المواطنين، بكل العاملين، بكل الأجراء، بكل أصحاب الدخل المحدود، بكل المواطنين، توفير المواد الغذائية، توفير الحصص، كل هذه المسائل احنا نحاول ان نسوي لها ترتيبات وستلبى في مواعيدها بدون اي تأخير. على العكس احنا نحاول ان نخلي احتياطات حتى اذا الأزمة طالت بعض الشيء يكون هناك نوع من التحسن امام وضع العائلة ودخل العائلة وغذاء العائلة والحياة التي تحتاجها العائلة في هذه الظروف الصعبة. فليطمئن شعبنا أن العمل دؤوب ليل نهار، ليست اجتماعات مجردة، وإنما كلها قرارات عملية تتخذ ومسوحات جدية عن قدراتنا ومحاولة وضع قدراتنا في الأماكن الصحيحة حتى نقدر نخدم شعبنا في هذه الظروف الصعبة جدا واللي تمر بها كل بلدان العالم. اليوم ماكو بلد المرض موجود في أكثر من 202 دولة في العالم، حتى بعض السفن هناك المرض موجود بها وهي معزولة في البحار. فالعراق ليس استثناء، العراق الحمد لله يقال الآن بعد كل هذه التجربة البيهيفير السلوكيات هي أهم من المعالجات. أعتقد كان عندنا هنا سلوكيات في الحظر بشكل مبكر، عدم التماس، عدم الاختلاط، كل هذه المسائل كان لها أثر كبير في الحد من انتشار المرض في العراق، ونأمل أن نستمر بهذا الشكل بتعاون الجميع. أشكركم على الاستماع ونبدأ في مناقشة جدول أعمالنا.